السلام عليكم، مرحبا بكم. عندك ايفون، هذا التطبيق لازم يكون مثبت عندك في الهاتف. فكرة التطبيق انه ما كاش شخص يدخل مواقع التواصل الاجتماعي تعجبه كاش فيديو ولا ما يحبش يتليشارجيه. فكرة هذا التطبيق انه يتليشارجي لك من كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، ايضا تيك توك والكثير من المنصات الاخرى. تبعوا معي الشرح وراح نتعرفوا على التطبيق. تطبيق ندخلوا الاب ستور ونلقاو هذا اسم التطبيق إدارة الملفات وحفظ الفيديو. نحمله ونضغطوا على اوبن. هذه هي الواجهة تاع التطبيق، فيها الكثير من المنصات كما قلت لكم، منها تيك توك، منها تويتر، انستغرام، يوتيوب، حتى جوجل درايف. الكثير من المنصات تقدر تحمل منهم. كيفية التحميل سهلة جدا، نروحوا لمنصة من المنصات والفيديو اللي حابين نحملوه. مثلا انا نروح انستغرام، او انستغرام مثلا الفيديو هذا حبيت نتليشارجيه، نروح هنا بارطاجي ونخير كوبي لينك ونرجع للتطبيق تاعنا. راح يطلب مني صلاحية باش ندير كولي، نتكى على اللو باست وهنا نضغط على السهم اللي راكم تشوفوا فيه هنايا، راح يدخل انستغرام ويطلب منا اذا نحبوا نتليشارجيو. نضغطوا على داونلود كما راكم تشوفوا، ونعاود نضغط على داونلود. هنا تبدا عمليه التحميل كما راكم تشوفوا. بعد ما يكمل عمليه التحميل راح نلقاو الفيديو هنايا كما راكم تشوفوا. وكاين خيارات واحده اخرى في لا فيديو كي تليشارجيها، نتكيو على ثلاث نقاط هادو كما راكم تشوفوا. كاين خيارات بالبزاف، تقدر تحفظ الفيديو في الجاليري، تقدر تموجي فيه، تنقص فيه، تدير بزاف حوايج. وهذه لكل المنصات نفس الشيء، كوبي برك لو لينك وادخل للابليكاسيون ودرك يبدا التليشارجمون. اذا كان هذا هو الابليكاسيون تاعنا تاع اليوم، اداره الملفات، تطبيق ممتاز وما كاش اللي ما يسحقوش في الهاتف تاعو. هذا هو الفيديو اليوم، في حلقه اخرى السلام عليكم.